حول الموضوع ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور أحمد الشريفي، الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور، تابعت معنا ما قاله اللواء الجبوري، قال بأنه معركة تل عفر هي أسهل من معركة الموصل وستكون أسهل من معركة تحرير الموصل. عسكريا، ما الذي يجعل معركة تل عفر كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك حقائق كثيرة ممكن أن نتحدث عنها باعتبار تل عفر كهدف استراتيجي وحيوي. منها أن التنظيم الآن في حالة انهيار على المستوى المعنوي وعلى مستوى القدرات القتالية، فضلا عن أنه مسرح العمليات واسع، نعم، ولكنه في ذات الوقت مفتوح، أي يتيح لحركة العجلات المدرعة والدروع بالتحرك بمرونة، وإذا تحركت الدروع والعجلات المصفحة بمرونة فمعنى ذلك أن القفزات البرية ستكون سريعة، فضلا عن عدم وجود بنى تحتية مكتظة أو كثافة سكانية تتخذ من قبل التنظيم كدروع بشرية أو رهائن، سهل كثيرا من انطلاق عملية تجريد جوي، عملية ضربات جوية، سواء كان عبر الطيران الإسناد الجوي القريب أو البعيد. الضربات الجوية أجهزت على معظم قدرات التنظيم عبر عمليات يطلق عليها بالعمليات التجريدية، فعملية التجريد نزعت من قدرات التنظيم الشيء الكثير. المعطيات والمعلومات الاستخبارية تشير إلى تسرب كثير من مقاتليه، هربوا من مسرح العمليات عن طريق انتحالهم صفة رعاة، وبالحقيقة كان هناك جهد استخباري ينظر هذا النشاط، ولكن بما أنه هو نشاط ينطلق إلى خارج منطقة العمليات دون أن يكون مسلحا، فمعنى ذلك أنه يقتفى أثر استخباريا، وهو في ذات الوقت يؤدي إلى هشاشة عدد الموجودين. العدد اللي موجود بالحقيقة عدد محدود، هذا العدد المحدود لا يقاتل بشكل قيادة مركزية. الآن هناك انشقاقات في هذه الجماعات، ولذلك الجماعات ستقاتل فرادى، وهذا ما يتيح للقطاعات العسكرية المندفعة وبالتحديد جهاز مكافحة الإرهاب من عزل الجماعات بعضها عن بعض، وهذا ما يسهل عملية الاحتواء السريع. الاضطراب وضعف الامكانيات والقدرات طيب ستشكل داله في ربما شرحت لنا بشكل موسع عن ما يجعلها كذلك، لكن هناك ايضا نقطه اخرى، وهي بانه كل المعلومات تفيد بان تل عفر اصبحت هي مركز مقاتلي داعش، مركز بعض القاده الذين فروا من الموصل. تل عفر بها عوائلهم ايضا. الاجراءات ربما الاحترازيه التي يكونوا قد اخذوها مقاتلي داعش بانتظار بدء المعركة، ما الذي يمكن أن يكون قد لجأوا إليه، وكيف يمكن القوات العراقية أيضا مجابهة ذلك؟ وبحقيقة كل الإجراءات التي ممكن أن يتخذها التنظيم كإجراءات احترازية باتت منظورة ومعالجة، على اعتبار أنها استهلكت في المعارك السابقة، أي بمعنى أن التنظيم بما أنه هو في مرحلة عزل والتطويق فهو يستخدم ذات الأساليب والوسائل الدفاعية التقليدية التي عولجت من قبل، ولقطاعاتنا الخبرة الواسعة في مسألة احتوائها. أما تبقى قضية العوائل فسيصار إلى معالجة هذه القضية في إشراك الحشد العشائري اللي هو جزء جناحا من أجنحة الحشد الشعبي، اللي هم من أهالي تل عفر الأصلاء، أي بمعنى أنهم سيشكلون مع جهاز مكافحة الإرهاب قدرة دلالة في الميدان كأدلة، سيؤمنون جهدا استخباريا دقيقا، فضلا عن أنهم سيشكلون قدرات قتالية لأنهم أساسا خاضوا معارك كثيرة اشتباك مباشر مع التنظيم. فهذا التواجد سيذلل كثير من العقبات. طيب متى من المتوقع أن تبدأ عملية تل عفر، والاستعدادات الأخيرة العسكرية أو الاستراتيجية أيضا للقوات العراقية كيف يجب أن تكون قبل بدء العملية؟ هو بالحقيقة على مستوى التجريد الآن بدأت تنحصر العمليات الجوية، وهذا يعني أن عمليات التجريد الجوي قد أنهت مهامها. استحضارات المعركة الآن كاملة بشكل كبير جدا، والقطاعات تنتظر فقط القرار السياسي أو ساعة الصفر سياسيا، لأنه ساعة الصفر عسكريا قد حددت بتحديد المهام والواجبات وترتيب الأدوار والصنوف.
ولذلك الانتظار الآن فقط لقرار القائد العام للقوات المسلحة بإعطاء الإذن في انطلاق العمليات، وستنطلق العمليات. نعم. سيصار إلى تقديم إسناد جوي ربما يختلف عن كل المعارك، لأنه التحالف الدولي سيشترك بقوة في تقديم الإسناد الجوي ممثلا بالطائرات المقاتلة أو طيران السمتيات. طيب تل عفر كمدينة كما قلنا هي تمركز لقوات داعش وعوائلهم، ماذا بالنسبة للمدنيين هناك؟ وربما الاستفادة من خطة الموصل في وضع ممرات آمنة وإنقاذ المدنيين أيضا وتطبيقها في معركة تل عفر. نعم، هو بالحقيقة ضمن التخطيط الاستراتيجي الذي يقرأ قراءة دقيقة مسرح العمليات، كان هناك فرضية لممرات آمنة سيصار إلى تجنبها من قبل القطاعات المشتبكة كاقتحام مباشر من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، ثم تأمينها عبر غطاء جوي ساند لعدم تعرض المدنيين في حالة انسحابهم إلى غطاء جوي لإسكات النيران التي قد تستهدفهم، فضلا عن التنسيق مع دور الحشد بوصفه يأخذ بمبدأ العزل والتطويق، سيكلف بمهام إجلاء المدنيين إلى المناطق الآمنة. هذه ترتيب الأدوار أخذت بنظر الاعتبار ليس ضمن إدارة المعركة الاستراتيجية، وإنما حتى ضمن التخطيط الاستراتيجي لمسرح العملية. نعم دكتور، في كل المناطق التي يطرد منها داعش وتحرر من داعش شهدنا تمكن القادة من الهروب وعدد كبير حتى من المقاتلين ومن قادة الصف الأول، كيف يمكن الحؤول دون وقوع ذلك مرة أخرى في تل عفر؟ هل من خطط عسكرية أو استراتيجية يمكن تطبيقها حتى لا يتمكن هؤلاء القادة من الهروب ويتم الإمساك بهم؟ يعني في ما يتعلق في تل عفار هي محاصرة بشكل 360 درجة، فمسألة الهروب والخروج من ميدان المعركة بشكل سلس صعبة جدا. قد يكون هناك بعض الشخصيات التي ستندس بين المدنيين، هذه ممكن في مرحلة الاشتباك جعل الأبواب مفتوحة لمن يرغب في مغادرة مسرح العمليات مفتوحة، ولكن في مرحلة النقل سيجري متابعة والتدقيق في أوراق النازحين، وإذا كان هناك من تسلل مع النازحين سيصار إلى تأمين جهد استخباري، علما هذا الجهد الاستخباري فيه من السكان المحليين قوات راصدة بشكل دقيق جدا ولديها قاعدة بيانات، فحتى من سيتمكن من التسلل مع المدنيين سيجري كشفه، لأنه كما قلنا اتخذت إجراءات دقيقة جدا وعززت القطاعات الراصدة بالسكان المحليين كأدلة حتى في الجهد الاستخباري وليس في الجهد القتالي في ميدان المعركة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة، معنا الدكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد.